ثاني أكبر مدن المملكة، 12 قرنا من الوجود والصمود. شكلت القلب النابض للمملكة سياسيا اقتصاديا وثقافيا. لا عجب إن سمعت فاس تحكم العالم، أو بمعنى أصح كانت كذلك خلال القرن السادس من التأسيس، إذ اعتبرت من أولى المدن الصناعية في العالم. أكثر من 3000 مصنع لنسج الثياب، 47 مصنعا للصابون، 86 مصنعا لدبغ الجلود، 116 دارا للصباغة، 12 مصنعا لتسبيك الحديد والنحاس، 11 مصنعا للزجاج، 135 مصنعا لصناعة الجير، 400 مصنع للورق، 188 مصنعا للفخار، 200 مكتبة لبيع الكتب. ريادة جاءت شركة رائدة لتسهم في استمراره، جاءت لتحمل على عاتقها التطور، الازدهار ودعم الشباب الطموح. بينكوما الرائدة في مجالات الصناعة، التصدير والاستيراد مع كل شركائها ودعائمها. بينكوما جاءت ببشرى لساكنة فاس خاصة ولكل مدن المملكة عموما. بينكوما تستعد لإطلاق أحد أكبر مشاريعها بالمدينة تحت شعار إرجاع الصيت الصناعي والاقتصادي للمدينة. مركب يضم 100 محل تجاري، مجمع صناعي لتشغيل 1000 منصب في شتى المجالات. طالب مقاول، حامل لفكرة مشروع، أو شاب طموح، بينكوما جاءت من أجلك. مشروع يضم ورشات احترافية مجهزة بأحدث الآليات والأدوات في كل المجالات. مجال الخياطة والطباعة، مجال التغليف والتعليم، كل ما يتعلق بالديكور، الأثاث المنزلي، آلات الفلاحة، النجارة بكل موادها، الحديد، الألومنيوم، الزجاج والرخام. مجال الطاقات المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية، أجهزة المنازل الذكية وكل ما يخصها من جانب اللوجستيك. بينكوما عبر منتجات ورشاتها تخدم الجميع، منتوجات من وإلى ساكنة فاس وساكنة كل مدن المغرب بتوصيل في غضون 48 ساعة. بينكوما جاءت لتسهم في النهوض بالمدينة. بينكوما جاءت لإحداث ثورة صناعية تمهد لتنمية اقتصادية شاملة محليا ووطنيا. فهيا بكم وبنا إلى بينكوما.